قال سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان أن النساء يستحوذن على الجزء الأكبر من الوظائف في الوزارة، موضحا أنهن يشكلن 80% من نسبة العاملين في قطاع التنمية الاجتماعية من الباحثات والمرشدات الاجتماعيات، مؤكدا أنهن دوما من المتفوقات في عملهن ويشكلن أحد أعمدة نجاح هذا الجانب. وأشار حميدان في تصريحات صحفية إلى أن التحدي الأكبر هو أن نهيئ للمرأة فرص العمل المناسبة بصورة عادلة مع الرجل، مؤكدا أن الوزارة تنظر دائما لتكون نسبة الشواغر المتاحة أمامها عادلة، وأن تكون نسبة توظيفها من إجمالي التوظيف عادلة ومعقولة، لافتا إلى أن النسبة كانت سابقا في حدود 20%، لكنها الآن ارتفعت من 38 إلى 40% من إجمالي التوظيف بالقطاع الحكومي والخاص. ووجه الوزير دعوته للبحرينية إلى الاستفادة من البرامج التدريبية التي توفرها الوزارة وبرامج تمكين التي اتسعت لتشمل 400 برنامج احترافي وتخصصي.